النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ولد يتيما. السيد عبد الله مش موجود، مات، وتكفل به جده عبد المطلب، وعبد المطلب كان يحب عبد الله حبا كثيرا حتى إنه فداه بمئة من الإبل. حليمة أخذته في الهواء النقي في مضارب بني ساعدة فتربى هناك، وحدث له هناك حادث، رآه وشاهده عبد الله أخوه من الرضاعة ابن حليمة، وذلك أنه رأى أن رجالا أتوا وأخذوه فشقوا صدره الشريف وملأوه بشيء كان في طست، طست اللي هو الطشت، إناء كده زي الطشت كده، ففر الولد عبد الله وذهب إلى أبيه وأمه حليمة وزوجها وقال لهما أخذ أخي، يعني في ناس خطفوه. خافت حليمة لأنه ده أمانة عندها ومسؤولية، فذهبت فوجدته ممتقع اللون، يعني في كده خضة مخضوض من اللي بيحصل ده، ووجدته على حاله، وكانت الناس مشيت، والناس دي كانوا جبريل، وكان هذا حادثة شق الصدر. وفي شق الصدر تكرر بعد ذلك مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة أخرى. وشق الصدر يتكلم عنه علماء المسلمين بأنه تهيئة لهذا الطفل الوليد ليتحمل الجهد البليغ الذي فعله، لأنه كان حاجة غريبة، يعني في غار حراء في قيام الليل، وكان قيام الليل فرضا عليه، لابد أن يقوم الليل وليس نافلة كما هو في حقنا، في الصيام الذي كان يصومه حتى إنه كان يصل بين يومين ويقول إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. في رحلة الإسراء والمعراج، رحلة الإسراء والمعراج دي مجهدة للغاية لأن طبقات الجو فيها ضغط، وهذا المفروض إن الجسم البشري ده يتحمله هكذا، فكيف يتحمل هذا؟ ثم في الوحي، فكان إذا نزل عليه الوحي وهو على دابة جمل قوي، الجمل ينخ من مما يحدث في جسده من تلقي الوحي. إذن دي عملية مجهدة للغاية، ولذلك كان شق الصدر. في بعض الروايات أن شق الصدر ده كان هدفه نزع نصيب الشيطان من قلبه، والناس بتفهم العبارة دي على ظاهرها كده، إنه كأن قلب رسول الله فيه يعني حتة زي ما هو موجود عندنا، يعني تسمع الشيطان ولا كذا إلى آخره. لكن أهل الله قالوا لا، دي مش معناها كده، ده قلبه كله رحمة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجزء من الرحمة الذي كان يخص الشيطان. يعني لو ما عملوش كده كان هو هيرحم الشيطان. وقد كان في أمتنا من أولياء الله من رحم الشيطان والعياذ بالله تعالى. تعال أنت يا ولي بتعمل إيه؟ قال ما أنا برحم كل المخلوقات بما فيهم يعني إبليس. قلنا له شوف العبط بقى، شو أهو ده عبط بقى، أنت أيوة ولي
وطيب وكل حاجة في أمانة الله، بس ده غلط، لأن الوالد مش معصوم. الوالد ده راجل بيتقي الله، ومن تقواه لله فكر إن رحمة الشيطان من ضمن خطأ يقع فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وأخرج الله من قلبه الرحمة لمن لم يرحم هو سبحانه وتعالى، لأن الله الحكيم لم يرحم إبليس بعد كل طغيانه هذا.